ما مباراة يعني في مستوى لاباس به للظروف اللي نعرفوها الملابسات في ملعب صعب فريق جنرال ما ما يعمل تروبل الفات ضد الفرق الكبيرة خلينا نقول كنا يعني واقفين كأفضل ما يكون حاولنا يعني نقدم مردود مع حتى نقول على الأرض ونتدرج ونلعب يعني الهجمات المنظمة لقينا بعض يعني الصعوبات نسق ما كانش يعني مرتفع لأنه أن نتعامل مع أهم شيء الظروف الكل اللي موجوده واهم شيء كونه نستغل يعني ايرادات اللقاء باش نبدا ناخذ يعني اسبقيه معنا في التهديد باش ما نخليش الخصم يلعب اللاعب اللي يحبذه فوصلنا للمبتغى نتاعنا لكن ديما نطمح لما, لما هو افضل لانه خلينا نقول الشوط الثاني الامور تحسنت نسبيا ولعبنا على الخطا نتاع المنافس وكنا نجم نكونوا يعني افضل وخير خاصه على مستوى الهال الهجمة أو نيفو دي 16 أراضي على النتائج ستة مباريات ستة فوز ما مش ثلاثة برك دونك خلينا نقول في يعني ثنية باهية لكن بكل أمانة مطالبين باش يكون يعني هنالك يعني نسق أفضل يكون هالك يعني حجم لعب أفضل في الأيام القادمة إن شاء الله بالجاهزية تاع اللاعبين الكل تطرأ في بعض الأحيان أشياء يعني مفاجآت غير سارة في نهاية الأسبوع فعموما قاعدين نتعامل مع كل مباريات على حداها نجاري نسق المباريات من حين لاخر بدون ان نتخدر معناها بالمنافس وان شاء الله معناها كما قلت نطمحوا الى ما هو افضل